عليكم ثامر، ويعطيكم العافية. نيجي لدرسنا الأخير بالوحدة، معامل التغير. عشان أعرف شو يعني معامل التغير، لازم أعرف أو أتوصل له من خلال السؤال الموجود عندي. كرة نصف قطرها 7 مليمتر تتمدد بفعل الحرارة بشكل منتظم محافظة على شكلها، يعني ما رح يتغير شكلها، رح تظل كرة بحيث أصبح قطرها 21 مليمتر. انظري إلى الشكل المجاور ثم أجب عما يلي. نيجي هون، هلأ الكرة كان نصف قطرها 7، لما تمددت صار كبر نصف القطر، كم صار؟ 21. نيجي للسؤال اللي عنا، احكي لي شو معامل التغير. هلأ كانت 7 وصارت 21، 7 كيف صارت 21؟ ضربتها ب3، فهي تغيرت. شو يعني تغيرت؟ فإلها معامل تغير، كم مقداره؟ 3. هلأ ايش يعني معامل تغير؟ هو المقدار التغير، مقدار التغير. هلا نصف القطر كان 7، لما صار 21 كم مقدار التغير؟ انا عمالي ضربته في 3. يجي هون، ما حجم الكرة قبل عملية التمدد؟ هلا معامل التغير من وين رح اجيبه؟ من النصف القطر. يجي على السؤال الثاني، حجم الكرة قبل عملية التمدد، على قانون حجم الكرة 4/3 باي نون قاف تكعيب. هلا نصف قطرها قبل التمدد كان 7، فباجي بعوض 7 تكعيب بضربها في 4/3 تعطيني 1372 على 3 باي. يجي للسؤال اللي بعده، حجم الكرة بعد عملية التمدد، على قانون حجم الكرة، حجم الكرة بعد عملية التمدد 4/3 باي نون قاف تكعيب. نصف القطر كان 21 تكعيب بضربها في 4/3 بعطيني 37444 باي. طب يا ثامن، هلأ معامل التغير كيف عرفته؟ لما أنا كان عندي نصف القطر 7 صار 21، بحكي معناته تغير، كم مقدار التغير؟ اللي هي 7/3، يعني نصف القطر اللي قبل لما ضربته في 3 إيش عطاني؟ 21. يجي هون، حجم الكرة قبل التمدد أجي أقارنه بحجم الكرة بعد التمدد. لو أجي لـ 1372 أجي أكعبها، يعني أرفعها لقوة 3، رح تعطيني 37444. يجي لهون، لاحظ أن حجم الكرة بعد التغير هي عبارة عن 3 تكعيب ضرب حجم الكرة قبل التغير. هذا القانون اللي رح يصير أستخدمه، اللي هو أسهل مني أوجد حجم الكرة قبل وحجم الكرة بعد. طب كيف يا مس بدي استخدمه؟ لازم اعرف شو معامل التغير. كيف بدي اعرف معامل التغير؟ يا بيكون معطيني اياه بالسؤال، يا تاني اشي اللي هي الحل الاخر انه انا استنتجه. كيف بدي استنتجه؟ بدي اشوف نصف القطر كان 7 صار 21، كيف 7 بدها تصير 21 اذا انا عمالي بضربها ب3؟ معاي هلا ما في عندي غير ضرب في معامل التغير، ما في عندي زائد. نيجي هون، فحجم الكرة بعد التغير بهذا القانون السهل عبارة عن معامل التغير تكعيب. طب ليش تكعيب؟ لأنه نصف القطر بقانون الحجم إيش مرفوع؟ ل3، فمعامل التغير رح يكون مرفوع ل3. طب مثلا لو بدي أجي أوجد حجم الأسطوانة، فنصف القطر مرفوع لتربيع، فمعامل التغير إيش رح يكون مرفوع عندي؟ للقوة 2. طب حجم الكرة قبل التغير، نيجي للقانون بشكل عام. فالحجم بعد التغير يساوي معامل التغير. معامل التغير كيف ممكن أوجده؟ يا من السؤال، يا بدي أجي أشوف نصف القطر كيف كان وشو اللي صار، فبوجد معامل التغير. سين القوة اللي بدي أرفعها حسب القانون نصف القطر في السؤال. هلأ قانون نصف القطر في حجم الكرة تكعيب، طب في مساحة سطح الكرة تربيع، فهون إيش رح يكون إذا أوجدت الحجم؟ إيش رح يكون عندي؟ تربيع تكعيب. إذا أوجدت حجم الأسطوانة فنصف القطر إيش رح يكون عندي؟ تربيع. وطبعا رح نشوف هذا الحكي اللي أنا بحكيه في حل الأسئلة، ضرب حجم الحجم قبل التغير. يجي للسؤال الأول، كرة ثلجية نصف قطرها 20 أخذت بالذوبان بشكل منتظم محافظة على شكلها، يعني ظلت كرة، وفي لحظة ما أصبح نصف قطرها 10. طب قطر كان 20 صار 10 قل، كيف 20 صارت 10؟ قسمتها 2. شو مقدار التغير؟ نص، يا بقسم 2 أو نص، هي نفس القيمة. فواحد بيحكي لي جدي كل مما يأتي، معامل التغير لما كانت 20 نصف قطرها وصارت 10، اللي هي عمالها بتقل يعني عمالي بقسم، فمعامل التغير إيش رح يكون عندي؟ نص. حجم الكرة بعد ذوبانها في اللحظة حيث نصف قطرها 10 سنتيمتر، طب
حجم الكرة بعد التغير، يعني بعد الذوبان. نيجي للقانون هون، حجم بعد التغير هو معامل التغير مرفوع لقوة ضرب حجمها قبل التغير. نيجي على الحجم قبل التغير والمعامل. هلا معامل التغير أنا أوجدته نص، طب بدي أجي أعرف شو القوة اللي بدي أرفعها. يجي على حجم الكرة، نصف القطر بحجم الكرة إيش؟ تكعيب. فمعامل التغير إيش رح يكون؟ تكعيب. فحجم الكرة بعد التغير نص تكعيب ضرب حجمها قبل التغير. كيف عرفت المرفوع الأس المرفوع المعامل التغير المرفوع للقوة؟ هاي القوة كيف عرفتها؟ من الاعتماد على إيش؟ على نصف القطر في قانون الحجم. فإذا كان نصف القطر مرفوع لتكعيب رح يكون معامل التغير مرفوع لتكعيب، إذا كان نصف القطر مرفوع لتربيع فرح يكون معامل التغير مرفوع لتربيع ضرب حجم الكرة قبل التغير. حجم الكرة بعد التغير عبارة عن المعامل مرفوع لقوة ضرب حجمها قبل التغير. هلأ نص تكعيب 1/8. يجي لحجم الكرة قبل التغير، ممكن يكون معطيني إياه بالسؤال، ممكن إني أنا أوجده لأنه معطيني نصف القطر. فحجم الكرة على قانون 4/3 باي نون قاف تكعيب 4/3، نصف القطر قبل التغير كان عندي 20 تكعيب ضرب باي. هلا 8 ضرب 4/3 ضرب 8000 في باي. هلا ممكن اجي اختصر 8 مع 8000 اعطيني 1000 في 4، 4000 على 3 باي. نيجي على السؤال الثاني، قالب من الثلج اسطواني الشكل حجمه 36 باي سنتيمتر مكعب أخذ بالذوبان بشكل منتظم، يعني قل، يعني في عندي قسمة. في لحظة ما كان معامل التغير 2/10، جدي حجم القالب في تلك اللحظة. هلا معطيني حجمه قبل التغير ومعطيني معامل التغير، ما إلي غير أستخدم القانون. هلا معامل التغير عندي 2/10 وحجم الأسطواني باي نون قاف تربيع عين، باجي على الحجم بعد التغير يساوي معامل التغير مرفوع لقوة ضرب الحجم قبل التغير. هلا معامل التغير معطيني اياه 2/10، طب ايش القوة المرفوع اللي كيف بدي اعرفها؟ بدي اجي على نصف القطر في حجم الاسطوانة، نصف القطر في الحجم ايش مرفوع لتربيع، فمعامل التغير ايش رح يكون مرفوع لتربيع. هلا القوة هاي بتعتمد على نصف القطر في في قانون الحجم ضرب حجم الاسطوانة قبل التغير. نيجي نوجد حجم الأسطوانة بعد التغير يساوي 2/10 تربيع ضرب حجمها قبل التغير معطيني إياه 36 باي. بعوض تعويض مباشر، هلا ممكن استخدمها بالفواصل العشرية 2/10 واربعها، وممكن احولها لكسر عادي 2/10 تربيع اللي هي 4/100 ضرب 36 باي. 100 مع 36 ممكن اختصرها، او 4/36 بعملها 144/100، صفرين بيروحوا مع فاصلتين مع الفاصل بعد منزلتين ايش بعطيني 1.44 باي. فهون يامس بهذا السؤال معطيكي الحجم قبل التغير ومعطيكي معامل التغير، ما إلي غير انا استخدم هذا القانون، حجم بعد يساوي معامل التغير مرفوع لقوة ضرب الحجم قبل التغير. معامل التغير معطيني اياه، طب ايش القوة اللي بدي ارفعها؟ بدي اجي اعتمد على نصف القطر الموجود عندي بالقانون الحجم، نصف القطر بحجم الأسطوانة كم؟ تربيع، فرح يكون عندي معامل التغير تربيع ضرب حجم الأسطوانة قبل التغير. بعوض تعويض مباشر. نيجي على السؤال الثالث، مصنع للحلويات يعمل كعك العيد على شكل كرات، حجم كل منها 1/3 باي. هلأ حجم قبل التغير كم؟ 1/3 مضروبة في باي. قرر صاحب المعمل تصغير الكعكة إلى ثلثين، تصغير الكعكة إلى ثلثين، ثلثين يعني أنا عمالي بصغر فيها، فشو معامل التغير؟ 2/3 اللي هي 1/3 زائد 1/3 اللي هي 2/3 اللي هي ثلثين، يعني 2/3، وذلك من أجل إعادة تسعيرها. ما حجم الكعكة بعد عملية التصغير؟ أهم إشي أو أول إشي لازم أوجد معامل التغير، معامل التغير هون معطيني إياه جاهز اللي هو ثلثين، يعني 2/3. طب هلأ حجم كرة، حجم كرة أجي أحط قانون حجم الكرة 4/3 باي نون قاف تكعيب، طب أجي على القانون حجم بعد التغير إيش يساوي؟ معامل التغير مرفوع لقوة ضرب الحجم قبل التغير. معامل التغير كم؟ 2/3. طب إيش المرفوع لقوة اللي هي تكعيب؟ ليش؟ لأنه نصف القطر بحجم الكرة مرفوع لقوة 3، فمعامل التغير إيش رح يكون عندي؟ مرفوع لقوة 3. نيجي نعوض، حجم الكرة بعد التغير 2/3 تكعيب ضرب حجم الكرة قبل التغير. ايش حجم الكرة قبل التغير؟ معطيني اياه 1.3 باي، بعوضه مكانه. 2/3 تكعيب اللي هي 2 تكعيب 8 و3 تكعيب 27 ضرب
1.3 حولها لكسر عادي اللي هي عبارة عن 13/10 باي. بضرب أو بدي أختصر 8 مع 10 فيها باتنين 4، والعشرة فيها باتنين 5. فهون 4 ضرب 13 على 27 ضرب 5، 4 في 13 52، 27 في 5 135، وبنزل الباي زي ما هي، يا بتخليه كسر أو بتستخدم على الآلة الحاسبة، بعطيني 38% اللي هو حجم الكرة بعد التغير.